أهلا بكم. كشف تقرير نقلته وكالة رويترز عن تزايد دعم إيران لميليشيا الحوثي في الأونة الأخيرة وفقا لمسؤولين إيرانيين وغربيين. ونقل التقرير عن مسؤول إيراني قوله إن الحرس الثوري الإيراني عقد العديد من الاجتماعات لبحث سبل تمكين الحوثيين في اليمن للوصول إلى وضعية تمكنهم من لعب دور يشابه دور حزب الله في لبنان. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الهدف النهائي لإيران في اليمن؟ وكيف يتعامل الإقليم والعالم مع الدور الإيراني على الساحة اليمنية؟ لم يكن الدور الإيراني خفياً على أحد فيما يحدث في الساحة اليمنية، ولكن التقارير الدولية لا تزال حتى اللحظة تكشف عن مزيد من تفاصيل هذا الدور وأهدافه، إضافة إلى ما أصبح معروفاً من الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي بالسلاح والخبراء. فقد كشف تقرير وكالة رويترز المشار إليه عن اجتماعات داخل الأجهزة الإيرانية قبل أسابيع فقط لتكثيف مساعي العمل على الساحة اليمنية باعتبارها ساحة مهمة لدعم استراتيجية إيران في المنطقة، وهو ما يشير إلى أن التقارير التي تحدثت عن توجه إيراني للخروج من الساحة اليمنية ولعب دور الوسيط مع جماعة الحوثي وحليفها المخلوع ليس سوى محاولة لتغطية التوجهات الحقيقية والثابتة للدور الإيراني في اليمن. مشاهدينا، سنبدأ النقاش ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. أعاد الجدل حول تحول ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لميليشيا الحوثي الدور الإيراني في اليمن إلى الواجهة. فبينما اعتبرت البحرية الأمريكية تحركات إيران في المنطقة بمثابة تهديد للملاحة الدولية، اتهم نواب بريطانيون طهران بتجنيد أكثر من 70,000 كمرتزقة تم إرسالهم إلى دول عربية، مطالبين الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب الدولية. تتزامن هذه الاتهامات مع نشر صحيفة التايمز البريطانية تقريرا لمركز كار لأبحاث تسلح النزاعات كشفت فيه عن أدلة تدين طهران بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين. يؤكد تقرير كار الدولي أن الطائرات بدون طيار التي أطلقت عليها ميليشيا الحوثي اسم قاصف واحد ما هي إلا نسخا معدلة من صناعة إيرانية تدعى أبابيل. ويشير التقرير إلى عثور القوات الإماراتية على صواريخ مضادة للدبابات ظهرت مطابقة لنفس الصواريخ التي عثر عليها في شحنة بحرية قادمة من إيران. وأكد تقرير حديث نشرته وكالة رويترز اتهام مصادر إقليمية وغربية بإرسال إيران أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى ميليشيا الحوثي. تعتقد أوساط دولية أن هذه التقارير قد تعزز الموقف الخليجي الداعي لوقف التدخلات الإيرانية في استقرار الخليج. وفيما يبدو الهدف الإيراني من عبثها بأمن اليمن واضحا بجعل الحوثيين قوة معطلة على غرار حزب الله اللبناني، فإن الإجابة حول تدخل عملي لعبث طهران من قبل المجتمع الدولي ما يزال غامضا. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من محافظة مأرب الباحث المتخصص بالشأن الإيراني السيد عدنان هاشم. سيد عدنان، مساء الخير. مساء النور، وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد عدنان. يعني دعنا نبدأ معك من يعني في البداية، يعني هناك تزايد في الدعم الإيراني المقدم من إيران لميليشيا الحوثي حتى هذه اللحظة، إلى ما يشير ذلك؟ أعتقد بأن إيران وصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق في الموضوع السوري وفي العراق، وجدت بأنها تمتلك القوى الكافية لردع الجماعات بتعاون أمريكا وبتعاون دولية، تحاول أن توجه الأنظار إلى معركة أخرى موجودة في اليمن. هذه المعركة سيقوم بها جماعة الحوثي، جماعة الحوثي التي زارت مجرى التسليح إيران والخبراء الإيرانيين المتواجدين على الأراضي اليمنية، بإشارة أخرى بأن هناك العديد من الأسلحة والصواريخ البالستية التي يتم تصنيعها أو إعادة تطويرها لتصل إلى مدى أكبر يصل إلى الرياض. كل هذه تشير بشكل أو بآخر بأن إيران بدأت تزيد من عملية التفاعل في الملف اليمني، وبأنها ستدفع أيضا بقيادات كبيرة وجنرالات من أجل كخبراء عسكريين إلى البلاد عبر عدة لافتات وهمية، منها قد تكون الإغاثة والأعمال الإنسانية. إيران تجيد إيجاد غطاء متمرس لعملية تهريب السلاح، وتجيد أيضا غطاء في عملية تهريب الخبراء العسكريين. إيران تمتلك تكنولوجيا شبه ميليشياوية تستطيع
بتقنيه او باخرى ان تجد هذه الاسلحه المتطوره مثل الطائرات الانتحاريه نعم. او ايضا القوارب الانتحاريه. لاحظت ان القطر السعوديه التي تعرضت لحادث في 30 يناير كانون الثاني الماضي بانها تعرضت الى قارب بدون قائد. هذا القارب يعتقد ان البحريه الامريكيه بانه قارب ايراني. ايران تصدر المواجهات البحريه وايضا لاستهداف دفاعات التحالف الجويه. نعم، لكن سيد هاشم ايضا من خلال التقرير، او سيد عدنان من خلال التقرير الذي اوردته وكاله رويترز عن تصريح هذا المسؤول الايراني بان ايران تسعى لجعل جماعه الحوثي جماعه يعني مشابهه لحزب الله في لبنان، يعني هل هذا التصريح يعتبر جديد على ما تسعى اليه ايران وبات واضحا للناس من قبل؟ اعتقد بان هذا التصريح وزياده في عمليه توضيح الماده التي قامت بها رويترز عبر المسؤول الايراني. اعتقد بان ايران تحدث اكثر من مره بانها تسعى الى ايجاد تصل قوي شبه حزب الله اليمني. هذا التنظيم الذي سيوجده الحوثيون هو تنظيم ميليشياوي، هو الدعم قائم على هذا الاساس سيد. ولكن سيد عدنان، يعني باعتقادك كيف يمكن لها ان تحقق ذلك؟ يعني هي تعتقد بانها تستطيع ان تحقق، يعني في ظل الحرب القائمه حاليا هي تستطيع ان تصل الى هذه النقطه من خلال وجود عمليه سلام تقودها الامم المتحده. تستطيع ان تحصل على السلف المعطل للحكومه من خلال اعطائه للحوثيين عبر صفقه سياسيه تقوم بها الاطراف الدوليه الضاغطه التي تقوم ايضا بها روسيا، وايضا في تفعيل مجال حقوق الانسان الدولي في اليمن. ايران تحاول ان تجد صيغه حل سياسي موجود داخل للبلاد يضمن للحوثيين البقاء فترة أطول في السلطة، وأيضا يضمن بقاء السلاح إلى جانب حصولهم على الثلث المعطل. لكن أعتقد بأن دول التحالف العربي والحكومة اليمنية ترفض رفضا قاطعا أن يكون للحوثيين دور سياسي قبل أن يتم عملية تسليم السلاح بشكل كامل من عناصرهم وحل التنظيم العسكري. نعم، سيد عدنان تكرم بالبقاء معي، سأشرك معنا بالنقاش. سينضم إلينا من عمان الخبير بالشأن الإيراني أيضا الدكتور نبيل العتوم. سيد أو دكتور نبيل، مساء الخير. مساء الخيرات، يا مرحبا بك، تحية لك ولضيوفك الأعزاء. أهلا بك دكتور. يعني تقارير حديثة تقول أن إيران لا تزال تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن على الرغم من مرور عامين من التدخل العربي، أين الخلل بالضبط برأيك؟ أعتقد أنه الخلل في ضعف التنسيق فيما يتعلق بتقييم الخطر الإيراني. إيران كما تعلم أخي العزيز تحاول أن تظهر أنها تملك أوراق مهمة وحلفاء أقوياء من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، لا سيما في الأزمة اليمنية، للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي عموما وعلى المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. نعم. وإيران للأسف الشديد ترى أن النظام الإقليمي العربي قد نجح في السابق في محاولة محاصرتها وإضعافها وتقليص نفوذها، وبالتالي الآن جاء وقت سداد الدين لإيران مستغلة ثورات ما يعرف بالربيع العربي. نعم. وحالة الضعف العربي نتيجة الهزات الداخلية، حيث أسهمت هذه التطورات في إحداث حالة من التشظي في العالم العربي. وبالتالي أعتقد أنه طهران وجدت من خلال الدولة اليمنية مجال مناسب على اعتبار انها كما ذكرت لك قبل قليل خاسره دول مجلس التعاون الخليجي. الان المشكله انه لابد من تنسيق العلاقات البينيه العربيه فيما يتعلق بتقييم الخطر الايراني، خاصه من خلال مدخل الازمه اليمنيه. اليمن تشكل عمق استراتيجي مهم بالنسبه للعالم العربي على وجه التحديد. نعم. بالتالي إيران وضعت العديد من الاستراتيجيات، ربما من خلال هذه الحلقة سوف نتحدث عنها، للتعامل مع الأزمة اليمنية. نعم، لكن دكتور أيضا يعني عامين من الحرب في اليمن، وأيضا هناك تكثيف جهود لإيقاف التدخل الإيراني في اليمن، ومع ذلك بعد هذه العامين تأتي التصريحات والتأكيدات بأن هناك تصاعد وتنامي لهذا الدعم المقدم للميليشيا من قبل إيران خصوصا في الأشهر الأخيرة، ما الذي يعني ذلك؟ يعني ذلك أن إيران استطاعت أن تخترق ربما البوابة اليمنية من خلال استغلال بعض الثغرات الموجودة، تمكنت من إدخال الطائرات بدون طيار، تمكنت من
إدخال عدد من النخب الخاصة فيما يتعلق بالجيش الإلكتروني الإيراني، بالإضافة إلى محاولة تعزيز إدخال السلاح الصاروخي وانتقال نخبة من قادة الحرس الثوري ونخبة أيضا من القيادات التابعة لحزب الله لتوجيه هذه الأسلحة النوعية لإحداث أكبر ضرر ممكن، خاصة للمملكة العربية السعودية ولقوات التحالف. في واقع الأمر لا شك أنه إيران تحاول أن تحدث كل فترة محاولات اختراق لإيمانها الشديد أن ذلك سوف يعزز من استراتيجية إيران القائمة على عدم الانخراط بالمواجهة المباشرة أو بما يعرف بحروب الوكالة، إلى الانتقال إلى ما يسمى بالوكلاء أو الحلفاء الإقليميين ممثل في الحركة الحوثية ومحاولة استغلال أذرع حزب الله للنفوذ إلى المنطقة. الآن أعتقد أنه لابد كما ذكرت لك قبل قليل أنه من إعادة النظر في الاستراتيجية العربية للتعامل مع الخطر الإيراني، ومحاولة أيضا الاستفادة وربما أعتقد من الدول الغربية المعنية بمكافحة الإرهاب، معنية بتقديم ما يسمى بخدمات الاستطلاع أو المسح الفضائي لقوات التحالف لتحديد مناطق القوة ومناطق القوة. لكن دكتور نبيل، أنت كنت قد تحدثت عن أسس واستراتيجيات لإيران يعني سياستها في المنطقة، يعني ما هي أبرز هذه الأسس التي ذكرتها؟ أعتقد أنه الإيرانيين يحاولون توظيف ما يسمى بمحاولة السيطرة على اليمن بحيث تصبح دولة حليفة للإيرانيين، حيث هذا الأمر يعد مكسب استراتيجي مهم بالنسبة لطهران قد تعوضها عن خسارتها في سوريا في حال. برأيك هل هذا الشيء ما زال ممكن تحقيقه؟ يعني ما تطمح إليه الإدارة الأمريكية أو الإدارة الإيرانية ممكن أن يحدث؟ أخي العزيز، هذا مرتبط بقوة التحالف العربي واستمرار، يعني في تقييمنا للواقع حاليا، يعني أعتقد أن الدول العربية يعني مطالبة خاصة بعد القمة العربية، الآن نحن ننتظر القمة العربية التي سوف تعقد في الأردن لمحاولة توجيه رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني ومحاولة ثني إيران والكف للتدخل في الشؤون الداخلية العربية وعدم استخدام مداخل الأزمات الإقليمية لمحاولة بسط النفوذ وما يعرف بمحاولة بناء المجال الحيوي لإيران. إيران لا تستحي دولة مارقة، دولة إرهابية، وأعلنت على لسان حتى قائد الحرس الثوري الإيراني وقائد البحرية الإيرانية اللواء سياري عندما قال نحن الآن نجحنا فيما يعرف بالسيطرة على العواصم العربية الأربع وفيما أطلق عليها برحلة الأمل أو رحلة العبور إلى المتوسط أو رحلة العبور أيضا إلى ما يسمى بباب المندب. في واقع الأمر إيران تعتقد أنه هنالك شعور لديها أنها باتت تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي يعدون العدة للتحكم بمضيق مندب على باب المندب على أساس أنها تعتبر إحدى الشريانات الحيوية والمهمة والشريانات العالمية، بحيث أنه السيطرة عليها ستكون قادرة على خنق الاقتصاد العالمي والتأثير على أسعار النفط من خلال دبلوماسية ما يعرف بحافة الهاوية. في واقع الأمر أنا أعتقد أنه الإيرانيين الآن يضعون العديد من الاستراتيجيات. أنا كنت في مطالعاتي للإعلام الإيراني اليومي نجد رسائل عديدة موجهة للدولة اليمنية وإلى أصحاب الشرعية بأنه الآن استراتيجية إيران باتت تقوم على أساس محور أساسي يهدف إلى محاولة الانخراط بمداخل الأزمات الإقليمية. هنا أقصد أن إيران من خلال وجودها في الأزمة اليمنية سوف تتوسل بالحركة الحوثية على أساس أيضا وإنشاء الخلايا التجسس والخلايا النائمة، بحيث أنها تصبح تشترك بجبرية جغرافية مع الدول الخليجية سيما مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي إيران استراتيجية للأسف الشديد تحاول أن توظف الخلفيات المذهبية على اعتبار زعمها أنها هي قائدة للعالم. نعم دكتور، سأعود أستكمل معك من هنا، ولكن دعني أعود لضيفي الآخر السيد عدنان هاشم الباحث المتخصص بالشأن الإيراني. سيد عدنان، يعني إذا ما تحدثنا عن الطرق التي تعتمد عليها إيران في إيصال الدعم العسكري للميليشيات في اليمن، ما هي هذه الطرق؟ أعتقد بأن الطريق البحري هو أبرز الطرق التي تستطيع إيران من خلالها إيصال السلاح للحوثيين. إيران تصدر الأسلحة البالستية أو تهرب الأسلحة البالستية على شكل قطاع
غيار يتم انتقالها عبر قوارب صيد، قوارب صغيره او متوسطه تنتقل من عبر جزر مهمله موجوده في البحر، في البحر الاحمر. كان الجيش اليمني قد تحدث ان جزر تابعه لجيبوتي يتم انتقال، يتم انتقال السلاح عليها ثم تنتقل عبر قوارب صغيره، قوارب صغيره الى اليمن. اعتقد بان هناك يصعب على التحالف بشكل او باخر ان يراقب هذه المساحه او الشريط الساحلي الطويل لليمن. ايران ستجد منافذ بالتاكيد من اجل تهريب هذا السلاح. ايضا التهريب الاخر هو يتم عبر الحدود العمانيه اليمنيه. قبل 3 أيام تحدثت مصادر أمنية يمنية بأن هناك 3 شحنات أسلحة تم القبض عليها في 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 المهرة. الجديد هو أن إيران لا تحاول فقط أن تصدر الأسلحة، إيران تحاول أيضا تصدر الأجهزة الإلكترونية الحساسة، أجهزة المراقبة وأجهزة البث وأجهزة استطلاعية أخرى عدا الأسلحة، لكن تستخدم أيضا في الحرب. إيران تحاول أيضا أن تهرب هؤلاء الخبراء عبر عملية تجارية بأن يكونون أيضا كان أشبه بكونهم بحارة في سفن الإغاثة تابعة للأمم المتحدة أو تابعة لدول تحمل أعلام أخرى. إيران تستطيع أن تجد لها هذه الأغطية الوهمية من أجل إيصال وتهريب الأسلحة إلى اليمن. نعم. إيران لها، لكن على مع التغيرات، التغيرات الحاصلة على الواقع في الساحل الغربي لليمن بشكل عام، هل هذا الشيء يعني ساهم بشكل أو بآخر في تقليص مسألة تهريب الأسلحة ودخولها للميليشيا عبر البحر؟ أعتقد بأنه سيشكل فقط جزء من عملية حصار إيصال السلاح الحوثي، لكن الحركة الحوثية وإيران لن تعدم الوسائل الأخرى التي يمكن من خلالها إيصال هذا السلاح إلى الحوثيين. إيران تجيد فن التمويه وأيضا تجيد فن تغطية أسلحتها بشكل كبير. هناك عدد موانئ صغيرة موجودة على البحر الأحمر، بعضها يعرف وبعضها لا، والآخر أيضا كان يستخدم في عملية التهريب التابع لعبد الله صالح خلال فترة حكمه. هذه العملية التهريبية كانت تتم بين اليمن وأفريقيا برعاية علي عبد الله صالح، تستخدم هذه الموانئ مرة أخرى لتهريب هذه الأسلحة. أعتقد أيضا أنه من المبكر جدا الحكم بأن إيران فشلت في اليمن، ما زالت المعركة تدور وما زالت إيران تعتقد بأنها ستنخرط أكبر وتوسع عملياتها في اليمن. أعتقد بأنه مبكر جدا الحكم بأن التحالف العربي انتصر على إيران، نقول بأنه انتصر في معركة لكن هذه الحرب ما زالت تدور وما زالت إيران ترغب في مواصلتها وما زالت إيران تدفع بأسلحة نوعية للحوثيين. وأعتقد بأنها ستوسع أيضا الجبهة الدولية في عملية مواجهة التحالف العربي والحكومة اليمنية. خلال الفترة الماضية وجدنا بأن روسيا بدأت تتزحزح شيئا فشيئا في حديث عن ميناء الحديدة والحديث عن منطقة دماء إذا تم تحرير ميناء الحديدة، مع الرغبة الأمريكية الكبيرة في مسألة أمن البحر الأحمر. الدول العربية بحاجة أو الجمهورية اليمنية والتحالف العربي بحاجة بشكل أكبر إلى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتأمين البحر الأحمر. الدول الأفريقية أثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والسودان والسعودية واليمن ومصر معنية بشكل كبير من أجل تأمين البحر الأحمر من النفوذ الإيراني ومن أيضا من النفوذ الجماعة تهريب السلاح التي يقودها فارس مناع. أعتقد بأن الخطوة الأولى هي مكافحة هذا التهريب وأيضا تهريب من الحديدة بشكل كبير سيعزز من عملية تخفيف أو تقليل وصول السلاح للحوثيين عبر الموانئ الكبيرة والسفن الكبيرة. نعم، إذن سيد عدنان ابقى معي، سأعود بسؤال لضيفي الآخر الدكتور نبيل. دكتور نبيل، يعني نلاحظ في الفترة الأخيرة تركيز دولي كبير على الدور الإيراني في المنطقة وأيضا اليمن على وجه التحديد، إلى ما يشير هذا الاهتمام؟ أعتقد أن هذا الاهتمام الدولي يعكس حجم يعني إدراك ما يعرف بالخطر الإيراني الذي يزداد يوما بعد يوم. نعم. للأسف الشديد يعني الدول الغربية من خلال الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 لم تستطع أن تلجم ما يعرف بالنفوذ الإيراني في المنطقة، وكان من الأولى أن يربط هذا الاتفاق النووي بمحاولة تحديد أو تقييد الدور الإيراني، خاصة الدور الوظيفي لإيران في المنطقة. إيران خرجت عن هذا الدور الوظيفي وهذا ما أعلن عنه إدارة ترامب، لكن لغاية الآن لم نرى أي دعني أسميه سياسات حقيقية أو ترجمة للسلوك لمواجهة هذا النفوذ الإيراني المتصاعد.
الآن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا تعليقا أو تعقيبا على ما ذكره ضيفك الكريم. الآن أنا من خلال متابعتنا للإعلام الإيراني كنا نلاحظ التسريبات الإيرانية المتلاحقة التي كانت تشي بنجاح إيران لإيصال أسلحة نوعية إلى الحوثيين. وبالتأكيد ركزت استراتيجية الحرس الثوري على محاولة نقل هذا السلاح إلى الأراضي اليمنية من خلال عدة مسارات كما ذكر ضيفك العزيز، وأيضا توكيد المهمة لانتقال أيضا المدربين والنخب المنتقى من حزب الله إلى متخصصين في القوة الصاروخية وحرب العمليات الخاصة. إيران تحاول أيضا أن تركز على نقطة هي تشمل التدريبات الخاصة إلى ما يعرف بحزب الله اليمني الذي قامت بإنشائه على الأراضي الإيرانية، تدريب هؤلاء على حرب المدن والعصابات والتدريب على توجيه الضربات الصاروخية وسلاح المدفعية، وكذلك تفخيخ واستخدام الطائرات بدون طيار، وأيضا استخدام طائرات بلا محرك ما يعرف بالكات وفنون القتال البحري. وأعتقد أنه أيضا التدريب على قيادة الزوارق السريعة للقيام بعمليات حربية فوق تقليدية. وهنا ربما كانت إعلان العميد في الحرس الثوري الإيراني بورت سودان قبل أيام أن التطورات في اليمن سوف تشهد نقلة نوعية، وأنا هنا أشكك طبعا ربما أنه لا أستبعد التمكن من إدخال أسلحة بيولوجية أو أسلحة جرثومية لمحاولة ما يسمى بقلب ميزان الردع في الأزمة اليمنية، وربما محاولة إجبار الطرف العربي للجلوس على طاولة المفاوضات. وأعتقد ربما يعني هذه أحد المحاولات الإيرانية دعني أسميها بالقذرة لمحاولة قلب المعادلة وتغيير مجرى ومسار العمليات. لكن دكتور يعني من خلال النظر لهذه التصريحات وأيضا قراءتها التصريحات الدولية بشكل عام في شأن التصرفات أو التدخلات الإيرانية في المنطقة، يعني من خلال قراءتنا لهذه التصريحات باعتقادك هل يمكن أو هل سنرى تحركا قادما بعد كل هذه التقارير والتصريحات؟ أتمنى ذلك، وربما أنه المقصود هو تحرك دولي دكتور. أتمنى أن يحدث هنالك تحرك دولي، لكن هذا التحرك الدولي أعتقد أنه مرتبط بتحرك إقليمي بمحاولة حشد الظروف الإقليمية المواتية لذلك. الآن للأسف الشديد أن تهريب عمليات السلاح تتم من خلال أراضي عربية خاصة الدول التي تشترك في جبرية جغرافية مع اليمن، وهذا للأسف الشديد يؤكد أنه ربما بما لا يدع مجالا للشك ضرورة وأهمية تعزيز الجهد العربي وتنسيق الموقف العربي برمته، لأنه إحنا الآن نتحدث عن استهداف في الأمن الإقليمي العربي برمته من خلال بوابة اليمنية لحركة الملاحة الإقليمية والدولية. هذا الأمر بتطلب حشد الطاقات والجهود العسكرية العربية وعدم انتظار استجاء من الخارج طلب العون والنصرة، خاصة أنه آن الأوان هذه الأسلحة العربية التي كلفت عشرات ومئات المليارات استخدامها لمواجهة الصرف والعدوان الإيراني، لأن إيران الآن تمارس العنف والإرهاب ضد الدول العربية وهي تشكل أحد أهم مصادر التهديد بالنسبة للأمن القومي العربي. وبالتالي أعتقد أنه الرهان على يعني يسمي الفزعة العالمية أو الدولية في مثل هذه الظروف أعتقد قد لا تؤتي ثمارها، خاصة نحن نتحدث اليوم عن ضرورة وأهمية تنسيق الجهد العربي لمواجهة إيران من خلال بوابة الأزمة اليمنية واستشعار مدى الخطر الذي تشكله إيران على الأمن الإقليمي برمته. نعم، وضحت الصورة. أشكرك دكتور نبيل العتوم، كنت معنا من عمان الخبير بالشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نعود إلى ضيفي الآخر السيد عدنان هاشم. سيد عدنان، خلال الأيام الماضية كانت تقارير تتحدث عن محاولة إيرانية للابتعاد عن الملف اليمني والعودة من بوابة الوسيط، كيف يمكن فهم الأمر مع ورود تقارير أيضا من الجهة الأخرى تؤكد تزايد الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي وصالح في الداخل؟ أعتقد بأن التقارير السابقة التي كانت تتحدث أن إيران ستسلم ملف اليمني أعتقد بأنها كانت تقارير خاطئة. إيران لن تستطيع أن تسلم ملف اليمني بالمطلق. إيران تعتقد بأن اليمن هو ضمن مجالها الحيوي وضمن أمنها القومي. السياسة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين يتحدثون بشكل دائم بأن اليمن هو ضمن المجال الحيوي الإيراني وضمن أيضا مواجهة التهديدات الأمريكية السعودية. هذه التهديدات التي تدعيها إيران هي جزء من ضمن محور المقاومة.
محور المقاومة. هذا المحور هو يضم أيضا جماعة الحوثيين. أعتقد بأن إيران لن تتخلى عن أبناء الحوثيين، وحتى وإن حدث هناك اتفاق عربي إيراني على وقف تدخل إيران في الدخول في الأزمات الإقليمية واستغلالها من أجل إزالة نفوذها الداخلي، أعتقد بأنها لن تترك إلا بشكل مبسط أو قليل الملف اليمني. الملف اليمني يمثل لإيران عمق استراتيجي، ومثل أيضا تكلفة بسيطة جدا مقارنة بما تدفعه من ثمن باهظ في سوريا والعراق، مقارنة أيضا بما تقدمه سوريا والعراق من مكاسب استراتيجية لإيران. اليمن تقدم مكاسب استراتيجية كبيرة لإيران من خلال تفعيل الملف هذا، تفعيل الملف الأزمة اليمنية إقليميا، وأيضا من أجل في مواجهة شبه الجزيرة العربية، وأيضا لا تتحمل تكاليف كبيرة. إيران هي تدرك هذا من هذا المنظور بأن اليمن تمثل عمق استراتيجي لها، وتمثل أيضا بأن دعمها الجماعة الحوثي والجماعات الأخرى المتوجهة على الأراضي اليمنية بما فيها أجزاء كبيرة من الحراك الجنوبي، من الحراك الجنوبي الذي يتفاعل الآن مع التحالف العربي، بأن هذه الخلايا النائمة ستحتاج إلى تمويل أكبر في القادم، وستستطيع من خلالها إيران التحكم في منطقة الجزيرة العربية وأيضا في الوطن العربي بأكمله. نعم، لكن سيد عدنان، يعني على الرغم من هذه التقارير وأيضا التركيز الذي تبديه الدوائر الغربية في هذه اللحظة على الدور الإيراني في اليمن، يعني لا يبدو هناك تحرك ضد إيران متوازيا مع حجم هذا التدخل، كيف يمكن فهم الأمر؟ أعتقد بأن المواقف الغربية حتى وأن تغيرت بأنها لم تتغير بشكل كبير تجاه جماعة الحوثيين الذين يمثلون إيران، حتى وأن حدثت بأنها ستوقف الإيرانيين وعملية تهريب السلاح اليمن أو مانع النفوذ الإيراني المتواجد على البحر الأحمر. مهما كان هذا التفاعل الدولي فإنه يحتاج أيضا إلى وقت، لازلنا من تاريخ 20 يناير نحتاج إلى وقت أكبر من أجل نتحرك على سبيل المثال السياسة الأمريكية، لكن هذه السياسة الغربية محكومة في منطقة شبه الجزيرة العربية من خلال تحالفات أكبر وتحالفات أوسع، ومن خلال سياسة أشمل تختص أيضا بالصراع العربي الفلسطيني العربي الإسرائيلي. أعتقد بأن التعويل على هذا المنظور هو جزء من نهضة ضيقة تحاول الدول الخليجية العربية أن تصدر جزءا من تكاليف مهمتها أو من عبء الحمل الدولي الثقيل التي تحاول أن تلقيه المنظمة الإنسانية حولها أو تتشارك فيه أمريكا والمملكة المتحدة. أعتقد بأن التعويل على هذا المنظور هو ضعيف جدا، لا تستطيع أن تواجه إيران إلا من خلال قوة يمنية وعربية وبشكل أخص من دول شبه الجزيرة العربية بالتحرك لمواجهة الخطر الإيراني الذي يتهدد أمن المنطقة العربية. بدون التكاتف العربي وبدون استراتيجية واضحة المعالم تلغي كل الاستراتيجيات الأخرى التي تتعلق بالمصالح الفردية للدول الأخرى داخل اليمن، أعتقد بأنها إن إيران ستوسع نفوذها وسيتكلص النفوذ الدول التحالف والخليج العربي لصالح إيران وجماعة الحوثيين. بدون وجود هذه الاستراتيجية العميقة والكاشفة والواضحة لمواجهة إيران وتحرير السواحل الغربية ومحاصرة الحوثيين في صنعاء وصعدة، أعتقد بأن وإيجاد حل سياسي يسحب سلاح الحوثيين بشكل كامل ويحل التنظيم العسكري، أعتقد بأن إيران باقية وستتمدد. وضحت الصورة، أشكرك جزيلا سيد عدنان هاشم. مشاهدينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير بشأن الإيراني، وأيضا الشكر للسيد عدنان هاشم الباحث المتخصص بشأن الإيراني، أيضا كان معنا من محافظة مأرب. ختام المشاهدين، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.